حول التصريح نتاعك انت بشان التحقيق اللي عملته حركه النهضه حول شكري بالعيد، خذوا حسب ما قلت انت جبت الدوسي نتاعو من وزاره الداخليه قبل اغتياله، شنو هذا كان فتلنا؟ المعطى اللي وصل الى حزبنا يقول انه ثم هنالك قيادي بارز تهجم على الرفيق الشهيد شكري بالعيد بين احداث سليانا على احدى الاذاعات الموجوده في البلاد. هذايا شكون هو؟ السيد حبيب اللوز. ايوه هذايا طلب من دوائر ساميه في وزاره الداخليه ان تكشف له الملف الامني نتاع شكري بالعيد في اتجاه الاثبات ان هذا كان متورطا مع نظام بن علي، وافاده المذكور بان شكري بالعيد ليست له علاقه بنظام بن علي وملفه مكتوب فيه خطير جدا. هذا قبل الاغتيال، هذا قبل الاغتيال، هذا وقت احداث سليان. باهي.